ولفت الرئيس السيسي إلى أهمية المشروعات القومية في تشغيل عمالة جديدة. وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية تلك المشروعات في توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم. إن أنا أعمل مشروع والمشروع ده يكسب مكسب مش كتير بس يشغل عمالة كتير، أنا بعتبر ده ربح يتحط. هو مش منظور أنت بتحسب جالك كم جنيه، لكن أنا بحسب برضه كم جالي كم، يعني قد إيه دخلي، ولكن من ضمن الدخل بتاعي إن أنا شغلت في المشروع ده 100 أو 1000 أو 100,000 إنسان. فال 100,000 إنسان ورا منه 100,000 أسرة، وده في حد ذاته بعتبره مكسب مالي، لأن أنا المفروض كدولة بوفر فرص عمل للناس، وبقول إن فرصة العمل من 100,000 جنيه لمليون ويمكن تزيد أكتر دلوقتي، مليون جنيه الفرصة الواحدة. فأنا لو أنفقت الإنفاق ده عشان أوفر لإنسان فرصة العمل ديت لا بأس.